اعتبارا للأهمية البارزة لهذه التظاهرة الفنية وما تبعته في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لبلدنا، لا بد لنا أن نستحضر روح الفقيد السينما المغربية السيد نور الدين سير رحمه الله الذي تخصص له هذه الدورة تكريما خاصا. السيد نور الدين سير كان وسيظل أحد أبرز الوجوه في العالم السينما المغربية. المرحوم نور الدين سايل ابن مدينة طنجة كما ذكره سيد عمدة كان كذلك رجل يثق بالبناء المستمر، عادت به رياح القرن الجديد إلى حضن الوطن، فوضع تجربته وأفكاره في خدمة السينما الوطنية مشجعا للإنتاج الوطني والفنانين المغاربة، ليصبح بعدها خير سفير لثقافتنا وهويتنا الوطنية الفريدة والمتفردة. شكرا سي نور الدين. كتعرفوا اليوم كنحتفلوا بعوده المهرجان الوطني للسينما في مدينه طنجه. هذه سنتين وللاسف ما كانش هناك مهرجان للسينما لان كان هناك الوباء، وبالطبع يعني كان هناك تعثر وكان هناك مجموعه ديال الفنانه والفنانات اللي كانوا غادرونا هذه السنوات، وبعض منهم غادرونا لان كان هناك الوباء، فكان لابد ان نوقفوا واحد شويه ديال الوقت باش نذكروا هاد الاخوات والاخوان، هاد الفنانات والفنانين اللي غادرونا، ونذكروا يعني العمل اللي قاموا به، وبالطبع في نفس الوقت نحاولوا يعني نشهدوا يعني كاع العمل اللي قاموا به من اجل الوطن المغاربه ومن اجل السينما الوطني. ثانيا كيف ما كتعرفوا الحكومه ووزاره الشباب والثقافه والتوافق كتسهر باش تعطي الدعم الكامل والشامل لمجال السينما باش يلعب الدور ديالو، بالطبع الدور ديالو الاجتماعي، الدور ديالو الاقتصادي كذلك، لان ما ننساوش بان المجال السينمائي هو كذلك مجال اللي يقدر يخلق مجموعه ديال المناصب ان شاء الله. فلهذا المشروع اللي تكلمت عليه انا ذاك ديال 150 قاعه سينمائيه في المغرب ما بقاش ليه بزاف، باش ان شاء الله نشوفوا، ماشي نشوفوا انا، نشوفوا انتم في اواخر هذه السنه ان شاء الله. Hommage spécial ce soir durant la 22e édition du film national de Tanger. Beaucoup d'émotions puisque on est à Tanger, la ville de Nour Dine Sahil, et c'est un festival pour lui qui était tellement important. Surtout que depuis 2007, le festival est annuel et il est implanté officiellement ici à Tanger. Très belle soirée, beaucoup d'émotions, et je disais, je pense que Nour Dine Sahil de là-haut serait content. Beaucoup de sincérité, beaucoup de beaux hommages, voilà. الرحمن التاسي والذي يعتبر من رواد السينما المغربية، وبهذا ينادي على السيدة ريتا الخيار رئيسة لجنة الأعمال السينمائية لتقدم كلمتها في حق المخرج السينمائي. الصورة الثانية تجمع السيد الوزير مع المخرج محمد عبد الرحمن التاسي والإنتاج ديالو، وأنا سعيد بوجودي كتكريم ديالي في نفس الوقت الكريم ديالو التأمين الموجود. هذا المهرجان بعد سنتين المهرجان نفتخر به في طنجة أولا، لأنه مهرجان فيه واحد النوع ديال الإقبال، واحد النوع ديال المتفرج، وواحد النوع ديال الاستقبال خاص بمدينة طنجة، وسعيدين وتتشوف هاد البهجة عند الناس كلها لانطلاقة مرة أخرى ديال هذا المهرجان. وهاد الدورة 22 بعد الجائحة تظهر لي أنها عندها واحد الامتياز، وشكرا لكم. والسيد والي جهة طنجة على الحسيمة.
اول شيء يعني كنتشرف كثير انه تم اختياري كرئيسة لجنة تحكيم الفيلم القصير، خاصة في هذه الدورة هذه اللي مهمة بعد توقف سنتين، ويعني هي دورة تثبت حضور السينما المغربية والسينمائي المغربيين، وهذا المهرجان هو احتفال بالإبداع واحتفال بمثابرة هاد السينمائيين هادو اللي رغم ظروف صعبة جدا واصلوا الإنتاج ديالهم كمنتجين كممثلين كمخرجين كتقنيين.